دي أكذوبة كبيرة. تا إنه جمال عبد الناصر هو اللي عطاه الفوفار ذو الأخضر لبن مهدي، إلا لبن بلة. أنا أعتمد على كلام، لو سيد ما يعتمد على حتى مرجع، أنا أعتمد على كلام قالوا العقيد مصطفى عمار بن عودة اللي كان أحد قادة الثورة الجزائرية رحمه الله، وأنا كنت خالطه وعرفته مليح بعد تاع ثوري تاع الصح، يعني ما فيهاش هدرة، الثوري تاع الصح كان أمور يعني شفتها كنت شاهد عليها كيفاش السيد كان يعني صنديد الله يرحمه ويوسع عليه. تكلمت معاه في موضوع مصر وعلاقة بن بلة بمصر، عمرو بن بلة ما مشى شاف عبد الناصر في موضوع انطلاق ثورة أول نوفمبر. اللي مشى شاف عبد الناصر هو العربي بن مهيدي الله يرحمه. العربي بن مهيدي مشى والتقى جمال عبد الناصر في مصر في القاهرة وقال له رانا رايحين نعلنوا اندلاع الثورة. وعلاش مشالوا لمصر؟ كان لا، لأنه كان أولا جماعة تاع بعض الأعضاء من جمعية علماء المسلمين في مصر كانوا يستقبلوا ليه الطلبة الجزائريين اللي جو يدرسوا في الجامعات، خاصة في جامع الأزهر في مصر، وكان ذاك الوقت مازال مصر ما عندهاش يعني شيء هكذا تجاه الثورة الجزائرية، مازال ما كانش ثورة على كل حال، مازال ما كان حتى شيء. وإنما أعضاء من جمعية علماء المسلمين كانوا مستقرين في مصر ويستقبلوا الطلبة الجزائريين اللي باش يدرسوا في جامعة الأزهر، وكانوا معاهم بعض قادة، لأنه حتى قبل 54 قبل أول 54 كان مازال ما تأسستش جبهة التحرير. لما تأسست الكرية وبداو يدوروا على الدول يشوفوا شكون دول صديقة، المغرب كانت تحت الحماية المغربية وكانت مقاومة مغربية وكانت تنسيق مع الإخوان المغاربة، وبالتالي ما كانش سلطة في المغرب، كانت السلطات اللي موجودة كانت سلطات الاحتلال، وبالتالي الجزائريين ينسقوا مع قادة المقاومة المغربية. وفي تونس نفس الشيء، تونس كانت مازال تحت الحماية الفرنسية، تونس والمغرب تحت حماية ماشي تحت سيطرة استعمارية. تونس كذلك بدات الأحداث تاعها، المقاومة بدات ذاك الوقت كانت تحرك، من 52 تونس بدات المقاومة ضد الحماية. دونك لما مشاو شافوا في مصر عبد الناصر بن مهدي، لما مشى لعبد الناصر واش قال له عبد الناصر؟ ضحك على بن مهدي، شوفوا التاريخ، وهذه رحمه الله مازال راجل راهو في دار الحق وحنا رانا في دار الباطل، واذكرها على لسان سي عمار بن عودة. يقول له عبد الناصر انتوما حابين تخرجوا فرنسا بكوابس ربطينها بالسيلان، هذا اللي كان المال استعملها سي عمار بن عودة كلمة السيلان، رابطين كوابس ربطينها بالسيلان، وقال له طبعا بالمصرية، ولكن سي عمار عاودها لي باللغة تاعنا وباللهجة تاع الشرق، حابين تخرجوا فرنسا بكوابس رابطينهم بالسيلان. قالوا بن مهدي ايه خرجوا، قالوا هذه راهي رابع قوة، هذه راهي قوة عتيدة، هاي قوة قدام. غاد خرج بن مهدي ومشى، ما كانش يستنى منه في فارة وفي روج وفي اورانج، ما يستنى حتى والو، انما شوف واش قادرين يمدوا
المصريين مساعدة.